في درعا مهد الثورة السورية تواصل رجمات النظام ومدفعيته قصف المدينة وأهلها بالتزامن مع ضرب حصار خانق عليها منذ شهور فبعد ثلاث سنوات من الهدنة التي أعقبت اتفاقية تسوية بين النظام وأهالي المحافظة شهدت خلالها خفضا واسعا للتصعيد بين الطرفين انهارت المفاوضات وعاد النظام لشن هجمات عنيفه بعد ان ابدى اهل درعا رفضهم للانتخابات الرئاسيه في مايو الماضي حصار ظالم وقصف للمدنيين وسقوط شهداء وجرحى جعل اهالي درعا يعودون الى التفاوض مع النظام من جديد برعايه روسيه تهدف الى اخضاع اهل درعا ولكسب المزيد من التنازلات اتفاق يتعهد فيه الجانب الروسي بفك الحصار وسحب قوات النظام من المدينه بعد تسليم المقاومين اسلحتهم بالتزامن مع نشر تسع نقاط امنيه تضم عناصر من قوات النظام عشرات الآلاف من المدنيين فضلوا الخروج من درعا على أن يقبلوا بالواقع الذي تريده إيران وروسيا في الجنوب بعد طلب عشائر المدينة من الجانب الروسي تأمين عملية تهجير جماعية لأهالي درعا البلد نحو تركيا أو الأردن بعد انقلاب النظام على بنود الاتفاق معها. وفي هذا السياق ناشدت لجنة أهالي درعا ملك الأردن عبد الله الثاني للتدخل من اجل وقف خيارات الموت والاباده والتهجير التي يتعرضون لها من قبل قوات النظام واعوانه مطالبين بفتح طريق امن تجاه الاردن الا ان هذه المناشدات لم تلق اذنا صاغيه من الاردن بحسب بعض المتابعين وعلى الصعيد ذاته حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض مما سماه اتمام ايران مشروعها في درعا والجنوب السوري الذي ينفذه نظام الاسد مع روسيا مبينا ان هذا المشروع يهدف الى تغيير البنيه السكانيه للمنطقه مع استمرار الحصار والقصف وتدمير المساجد وصولا الى التهجير القسري وفي غضون ذلك ابدت الامم المتحده وبعض الدول الغربيه قلقها وتخوفها مما يحدث في درعا جاء ذلك في احاطه لوكيل الامين العام للشؤون الانسانيه مارتن جريفيثس والذي اكد فيه على تدهور الوضع الانساني بسبب فقدان الامن ونقص الغذاء والمياه مما اجبر الالاف على النزوح كما حذر جريفيث من ارتفاع معدلات الاصابه بفيروس كورونا بين المواطنين الذي ربما يتجاوز بكثير السجلات الرسميه بحسب الهيئه قصف وحصار وتهجير تحت مراى ومسمع من العالم المتحضر لم يكن الاول ولن يكون الاخير بيد انه يعد مطيه يبسط المجرم بشار الاسد من خلاله سيطره جديده على المناطق السوريه في ظل الصمت الدولي المستمر